المعجزات العلمية في القرآن هي أوضح دليل على صحة القرآن والدين الإسلامي لكل من أراد البحث عن الحقيقة، كما أن هذه المعجزات العلمية هي السبب الأكبر لإسلام الأجانب إن كانوا علماء وسياسيين أو ناس بسيطين عاديين. فعندما يكتشف العلم اكتشافا حديثا وتجد أن الله تعالى ذكره في القرآن الكريم منذ زمن طويل جدا، فإن ذلك لا يبقي عندك أدنى شك أن القرآن من عند الله، وأن سيدنا محمد النبي ولم يكتب القرآن من عنده كما يتهمه أعداء الإسلام. في هذا المقطع نروي لكم قصة رائعة مذهلة عن إسلام واحد من أكبر العلماء الفرنسيين بسبب آية في القرآن، فتابعوا القصة معنا للنهاية. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة، تشجيع لنا والضغط على زر الجرس. بعد أن جمع فرعون جيوشه وانطلق خلف سيدنا موسى وأتباعه ليقتلهم، أمر الله تعالى سيدنا موسى أن يضرب البحر بعصاه، فانشق البحر لسيدنا موسى ونزل إليه مع المؤمنين لينجو من فرعون وجنوده. ويقال أن مكان بداية انشقاق البحر كان في مصر، وأنهم قطعوا البحر إلى الشواطئ السعودية اليوم، ولكن فرعون لشدة غروره وغبائه قام باللحاق بهم. وعندما خرج موسى وأتبعه من البحر سالمين، كان فرعون في منتصف البحر، فأطبق الله تعالى عليه طرفي البحر ليموت هو وجنوده. وحاول فرعون أن يتوب بعد أن رأى أنه ميت لا محال، فقال: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه الله تعالى في القرآن أنه لا تقبل توبته، وأنه سيبقي على جسده ليكون عبرة للبشرية. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قذفت مياه البحر جسد فرعون إلى شاطئ مصر، فقام من تبقى من جنوده في مصر بأخذ الجثة وتحنيطها ودفنها في المقبرة المعدة له، ثم تم نقله إلى مقبرة تدعى مقبرة الدير البحري لتوضع مع مومياءات باقي الفراعنة، وتم إخفاء معالم المقبرة لكي لا يجدها اللصوص. ولكن بالصدفة وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي اكتشف فلاح مصري وأخوته هذه المقبرة العظيمة، وعندما رأوا ما فيها من كنوز قرروا أن يبقوا الأمر سرا بينهم ولا يخبروا أحدا، وبدأوا ببيع هذه الكنوز قطعة خلف قطعة لمدة 10 سنوات. وفي أحد الأيام اختلف الأخوة على قطعة من الذهب، فقام أحدهم بالذهاب إلى السلطات والاعتراف بما وجدوا، وهنا ظهرت هذه الجثة للعلن وبدأوا بإجراء التجارب عليها ليعلموا ما حدث لها. طلبت فرنسا من مصر في نهاية الثمانينات إرسال مومياء الفرعون مصر إلى فرنسا لمدة قصيرة لإجراء اختبارات وفحوصات عليها، فتم نقل مومياء أشهر فرعون عرفته مصر إليها، وتم نقلها إلى أكبر مركز آثار في فرنسا لدراسة الجثة تحت يد كبار علماء الآثار وأطباء التشريح في العالم. وكان على رأس الجراحين المسؤولين عن المومياء البروفيسور موريس بوكاي. وعندما بدأ موريس بفحص الجثة بدأت أشياء غريبة بالحدوث معه، فبعد أن تم فك الرباط الذي كانت للمومياء ملفوفة به ارتفعت يد المومياء إلى الأعلى، مما سبب خوف الجميع وهلعهم، فقد أجبر من قام بتحنيطه على تركها هكذا لأنها تيبست عند موته. وبعد الفحص وجدوا عدة كسور بيد هذه الجثة دون أن يصيب جلدها أذى أو جراح، فعلموا أن ذلك ناتج عن اصطدام قوي، وهو بالواقع ما حدث عندما أغلق الله تعالى البحر على فرعون، فقام برفع يده للاحتماء بدرعه فتكسرت عظام يده، كما وجدوا بقايا من الملح عالقة في جثة الفرعون وبقايا من الملح في حلقه أيضا، مما دل على أن هذا الفرعون قد مات غرقا. فتعجب بوكاي كثيرا لما وجد، فلم يسمع في حياته عن غرق فرعون من الفراعنة، ولكن أحد العلماء من فريقه كان مسلما، فاقترب من بوكاي وقال له: قصة غرق هذا الفرعون وردت في القرآن منذ 1400 سنة،
فأصابت الصدمة موريس وبدأ يبحث عن مكان ذكر الفرعون في القرآن وطريقة موته، وهذا ما دفعه إلى أن يجمع أغراضه ويسافر إلى مصر ليلتقي مع العلماء المصريين ويتابع أبحاثه. فأجابه أحد العلماء أن الله تعالى ذكر قصة الفرعون فعلا بالقرآن، وقرأ عليه الآيات القرآنية في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هنا أيقن موريس أن الإسلام هو دين الله الحق والذي لا ريب فيه، فأسلم وأعلن إسلامه بكل مكان، وكتب كتابا أسماه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، يتحدث فيه عن تطابق القرآن مع المكتشفات العلمية وتناقض باقي الكتب السماوية الموجودة مع هذه الاكتشافات. ومن أشهر مقولاته: القرآن فوق المستوى العلمي للعرب، وفوق المستوى العلمي للعالم، وفوق المستوى العلمي للعلماء في العصور اللاحقة، وفوق مستوانا العلمي المتقدم في عصر العلم والمعرفة في القرن العشرين، ولا يمكن أن يصدر هذا عن أمي، وهذا يدل على ثبوت نبوة محمد وأنه نبي يوحى إليه. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع أصدقائك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تشجيع لنا والضغط على زر الجرس، ودمتم بحفظ الله ورعايته.